السلام عليكم ومرحبا بكم المتتبعين قناة خديجة أم فاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل لا نبداو الفيديو كالعادة نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أخواتي المتتبعين ديالي، بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو بمناسبة زياد مولود ولد أختي. أختي زاد عندها واحد الوليد، الله يخليه لها وتربى في عزكم يا ربي. واليوم الحد كان عندهم العقيقة، قلت نبارطاجي معكم بعض المختطفات فقط، لأنه ما راكم عارفين التصوير خاصكم تصوروا، ما حفاظا على الناس باش ما يتشد ليا حد. غادي غير نبارطاجي معكم بعض المختطفات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الا كنتوا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تابوناو معايا، الضغط على الجرس كيوصلكم كل جديد ديالي فضلا منكم وليس امر. وشكرا لكم كاملين لا من بعيد ولا مقرب. اخواتي تابعوا اختكم خديجه الله يخليكم، واللايكات اللي كيطلعوا القناه اللي هي قناتكم الله يخليكم، ما تنساوش ليا اللايكات. وخلينا ان شاء الله مع الفيديو غير مختطفات. هنا ملي فاش مشينا عند اختي حطت لينا الفطور هنايا، طبيعه الحال بلاد المغرب بلاد الكرم وبلاد الجوده، هنايا فطور يعني فيه الرغايف فيه الحلويات فيه سلو او صفوف اتاي كلشي الحمد لله، والزبده العسل زيت كي تشوفوا معايا، وكلشي على الكبه ديال اتاي. اختي كتخوي في اتاي كي تشوفوا معايا. فداز نهار زوين بزاف، كنتمنى ان شاء الله هاد المولود ديال ولد اختي تربى في عزهم ويكون صحة جيدة يا ربي، والله يخليه ليهم يخليه ليها ويخليه ليهم كاملين يا ربي. وكي تشوفوا معايا اي واحد شاف لا فيديو يحاول يبارك ليها، راه فرحانة مسكينة بزاف هاد بالوليد ديالها والله يخليه ليها. وهذا هو كيف قلت لكم فاش مشينا حطوا لينا الفطور، حنا معروفين بالجودة والكرم. وهكا خليكم معايا، كل حاجه غندير فيها دويره ونوريكم. هنا طلعت الفوق فين مسد فين انا الغرفه ديال فين حاطين هاد الحلويات، هذه معروفين بها المغاربه كنديروا بحال ما هكا الطقوس ديالنا. دارت هذوك القريعات زوينين البنات، دارت فين سلو يعني كاين بزاف ديال هاد سميتو ديال الامبالاج باش كدير لا بالنسبه للحلوى لا بالنسبه للسلو. هنا راه البيبي فداك الكونه ديالو، ما بغيت صراحه نصورو نبينو، باقي صغير صراحه باش بقات تبيني هكا في التواصل الاجتماعي، فما كيلاش وليدات صغار مساكن. وكان هنا هانتوما الديكور زوين ما شاء الله، اللهم صل وسلم يعني تبارك الله صلى على النبي كلشي غزال. هو هنا كيف قلت لكم بغيت نصور لكم غير مختطفات، كل حاجه منا شويه شويه. هنا غاد كيف قلت لكم راه هو فين فين نايم، راه ناعس في الكونه ديالو راه في الارض، ما يمكنش ليا كيف قلت لكم نصورو. ما صغير مسكينه شي ما تبين، هذا بالنسبه ليا الوليدات الصغار بلا ما نبينهم هكا حتى باقي صغيورين. وكنصور لكم غير مختطفات. ان شاء الله يعجبكم على فيديو هادي لي. هنا الصاله في غادي يجلسوا الضيوف العيالات فاش غادي يجيو ان شاء الله. هنا هما جايب الكراسه والطوابل، هنا حاطين غير شي حاجه ديال الطوابل، مع راك معارف العيالات يبغيو نشطو حتى يبغيو يقدموا لنا الماكله، عاد غادي يخويو لي سبا، عاد غادي في هاد لي سباس خاوي مخلينو العيالات فين كينشطو وضحكوا هذاك الشيء. فهمتوا فهمتوني؟ راه غيكون نشاط ان شاء الله. انا خليو لهم هكا خاوي هاد لي سباس ها يبغيو ياكلوا، او عاد غيجيبوا يعني كملوا الطوابل. هنا زوين كلشي ما شاء الله مخير دي الصاله ديال دارها. هنا هبط عاوتاني لتحت فين كاينه الطيابه، انا طيبات جا صلع نبيع عليها، الريحه طالعه يا سلام داكشي زوين ما شاء الله عليها. يعني هذا اللحم البخار ما كيبانش مزيان، غادي نحاول شويه ندير البخار حيت كان اللحم باقي كيطيب. هذا والدجاج راه طاب واللحم كطيب فيه، غادي نوريكم البرقوق المشماش وداكشي ديال البريستيج اللي غادي تصايب به. نادي التغميره ديال الدجاج ما شاء الله، الريحه كيف قلت لكم طالعه كتشهي صلع نبيع الطيابه. هنا البرقوق هي كطيب فيه هنايا كي تشوفوا معايا، وهنا المشماش حتى هو راه كطيب فيه كيف قلت لكم. هذاك الشيء زويون تبارك الله. هنا هادو باش غديروا البريسيز البيض ديال السمان مع الفرماج، كل واحد باش كيديكوري. وهكا سيده ما شاء الله عليها يعني متمكنه الطيابه هذه، كتقاد كل حاجه على حده، داك الشيء زوين. وقلت نبارطاجيه معاكم يعني مختطفه فقط. صافي هنايا راه الضيوف راهم جاو، طلعت عاوتاني الفوق باش هنا كيقدموا اتاي والحلوى.
هنا عمرو اتاي هنا في الكوزينه وخواو في الكيسان، اتاي مسوس، اتاي حلو، اللي بالنعناع، اللي ما فيش النعناع، هكا تترضي الخواطر كاملين، كل واحد واشنو بغى. وهنا الحلوه تفرقوا عليهم، انت الحلوه واتاي الحلوه اللي صورت معكم من قبل. هنا حيت سبقوا لهم اتاي هو الاول، وكل واحد واش كيدير، ومنادم كل واحد يعني طريقته، كاين اللي كيدير اتاي هو الاول قبل الغدا، كاين اللي كيخليه حتى الاخر، فكلشي بحال بحال. هنا هبط عاوتاني فاش غادي تسربي الطيابه، فقلت نصور معكم مقتطفات. هنا كانت تقلي في الدجاج كتحمر فيه، ولا تقلي فيه في الزيت كيف قلت لكم، صلع نبيع عليها تمكن يعني كل حاجه عندها داكشي متبت. هنا راه قليت اللوز اللي غديكوري بيه. هنا البرقوق حتى هو طاب وتعسل ما شاء الله، هادو جني وحد ديال الدجاج. وهنا صافي هي بدات كتسربي هنا في الطباسل ما شاء الله، يعني والله العظيم الريحه طالعه زوينه بزاف. قلت لها اليوم انا هابطه مع الدروج وتنقول لبنت عمتي، قلت ليها راه بعدا كنا الريحه طالعه، يا سلام طالعه الريحه زوينه. فكانت داكشي في المستوى بنين بنين بزاف كي تشوفوا معايا، التغميره واقفه، صلع نبيع ليها وكلشي كان زوين. هنا ها هو داك باش تدير داك الديكور او البريستيج، دارت الفرماج ودارت زيتون ودارت البيض ديال السمان، يعني كل واحد وطريقته، غير التقديم كيختلف. فداكشي زوين دارته، صلع نبيع ليها هانتوما كي تشوفوا صلع نبيع ما شاء الله، اللهم بارك وزيد. الدجاج محمر على الحق والطريق، طيب مزيان، فتي صراحه فتي دجاج دارتو، لا بالنسبه للدجاج ولا بالنسبه للحم، حتى هو طيب واخد حقه، يعني داكشي في المستوى. ما كدير ديك الحامضه اللي ضروري كنديرو فيها داك الحار اللي كيكون فيه الحار، يعني تيكون خضار وحمر وداك، يعني على حسب الديكور. والطريفه ديال الحامض طبيعه الحال كنديرو حتى هي، كديرو فوق من الدجاج، العين تتاكل قبل. فكيف قلت لكم كان غزال، هنا صافي غادي يحطوه في دوك دوك ديال التقديم باش يطلعوا يسربيو الضيوف العيالات. هنا الطريفه ديال الحامض كل واحد كيفاش كيسربيهم كيف قلت لكم، فزوين صراحه الله. والتغميره كيف كتشوفوا راه واقفه، كلشي الا كانت التغميره زوينه راه تيكون كلشي زوين. والدجاج فتي فتي اش غنقول لكم، كيذوب في الفم ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، انا كنحاول نبارطاجي معكم هكا شي حاجه اللي كتعجبني ولا هذا، راه كنبارطاجيها معكم. وشكرا لكم كاملين، لا الناس القدام ولا الجداد، تنقول لكم مرحبا بكم وشكرا. تابعوا اختكم خديجه وعملوا لايك لا فيديو، عافاكم الله يخليكم، راه المشاهده ولا بالنسبه اللايكات نازل عندي. كنطلب منكم فضلا وليس امر تفاعلوا مع اختكم خديجه، ويعني وطلي ديروا اللايك لا فيديو، لانه لما تفرجتوا فيه ما درتوش اللايك ما كيطلعش لينا لا فيديو، والقناه شويه كتنزل. هذاك الشيء علاش كنطلب منكم فضلا وليس امر، الله يكرمكم، الله يعطيكم ما بغيتوا في خاطركم، الله يسهل عليكم، الله يسهل امركم. تنطلب منكم يعني تابوناو معايا وديروا لايكات ليا لا فيديو، شكرا لكم. صافي هنا غادي يبداو كيتقدم بهذا الشكل هذا، واللحم تا هو كتشوفوا ما صورش كيفاش كانت يعني الطريقه ديال التقديم ديالها، طريقه لي عاديه، كان التليفون تبلوكا ليا وما صورش لكم الديسير، كيف قلت لكم التليفون كان تبلوكا. اخواتي حتى هنا تيكون الفيديو ديالنا سالا، كنتمنى يلقاكم نتوما في احسن حال واحوال، تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم، وعدونا الفيديو القادم باذن الله.